بسم الله الرحمن الرحيم. وحنوصل مع لقاء بعض أبطال الجيش الحر اللي يقوم مظاهرات حماية المظاهرات السلمية. نطرح عليهم بعض الأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. شلونكم وشو أخباركم؟ الحمد لله. شنو مهمتكم يا شباب؟ مهمتنا حماية المظاهرات السلمية من نظام الأسد وشبهه. يعني أنت مضطر على حمل السلاح؟ لا ماني مضطر على حمل السلاح. اضطريت نظام الأسد هو اللي اضطرنا على حمل السلاح. اضطريت اشتري هالبارودة البسيطة هاي لمقاتلة شجاعة الأسد وأمنه. راح تستمر بقتالك؟ راح استمر آخر قطرة دم. أو يرحل بالشارع. أو ما راح نتوقف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بشار الأسد هسه وعدنا، مو وعدنا، احنا طبعا احنا ما نثق بوعوده، بس انه وعد العالم انه راح يوقف اطلاق النار. انتم جاهزين توقفون اطلاق النار؟ جاهزين نوقف اطلاق النار مهما كان، يعني واثقين انه راح يوقف النار اطلاق النار، ولا كذبة من كذباته كالعادة؟ اذا وقف اطلاق النار نوقف اطلاق النار ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شفنا اجتماعات كثيرة بالخارج ووعدهم دعم وخارجه ومن الكلام مجلس وطني، وصلكم شيء من هالدعم؟ ما وصلنا اي شيء. نحن اعتمدنا على انفسنا، اشترينا هاي الاسلحه الدفاع عن المظاهرين السلميين، وان شاء الله نتامل ان الخليج من قطر والسعوديه نتامل ان شاء الله، بس ما في شيء وصل ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافيه بطل. شنو عندك رساله توجهها للمظاهرين السلميين انت؟ اطمنهم بشيء ان شاء الله معهم الى الموت، واذا ما راح نحرقه ان شاء الله بعون الله. طيب انت كونه ما قام يصل دعم للخارج، فذخيرتكم قابله للنفاذ، ولا هي صارت على وشك النفاذ، ولا ان شاء الله احنا معتمدين على رب العالمين؟ فما الله ونعم الاعتماد.